البلد المختلفة ونقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لمتابعة وللنظر في هذا الموضوع. شكرا. أنا في المنى تنطلقت الندوة. اهلا مرحبا بكم. مرحبا بكم. لو كنت حكينا على المؤتمر اليوم. هو مش مؤتمر، هو ندوة باش يوقع فيها اتفاقية ما بين البلدية والمنظمة الدولية للهجرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. احنا الحقيقة معناتها كانت لنا قبل محطات في التعاون، أرسينا قواعد للتعاون، وكان آخرها المساعدة الهامة اللي قدمتها المفوضية لبلدية صفاقس، ولبلدية صفاقس اللي قامت بتوزيعها على العديد من المؤسسات والبلديات حتى تكون معناتها المساعدة هذه تكون تشمل العديد من المتدخلين. احنا الإشكالية هي إشكالية موجودة على مستوى مش اللجوء فقط، ولكن على مستوى الهجرة. اللجوء هو جانب من المنظومة بتاع الهجرة، احنا اشتغلنا عليها على المستوى الدولي كبلدية صفاقس، ثم معناتها اليوم ان شاء الله يكون ثم تجسيم لتعاون، تعاون نرسيو فيه قواعد اكثر رسوخ للتقدم بمثل هذه معناتها المنظومة في اتجاه معناتها ايجاد معناتها القواعد العامة للتعامل مع هذه المنظومة. ناهيك انه راهو على المستوى الوطني ما ثماش قوانين معناتها تم المنظومة هذه، لا على مستوى الهجرة ولا على مستوى اللجوء. والحال الواقع انه يقول انه معناتها ثم الاف من المهاجرين اللاجئين اللي موجودين على ارض الوطن بيناتنا، ويستحقوا في عديد من الخدمات اللي احنا مطالبين ان نامنوا الخدمات هذه، لانه اولا واخيرا هم مواطنين، هم الجانب الانساني لازم ناخذوه بعين الاعتبار، وكذلك انه وجودهم هنا طلبهم في الخدمه هو راهو لتفادي العديد من الاشكاليات اللي ممكن تطرح من خلال الاختلاط معهم مع باقي المواطنين. اليوم باش تقوموا ب عقد اتفاقيه، عاود سامحني، عقد اتفاقيه اليوم ان شاء الله باش تكون اتفاقيه مع المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، ولارساء اكثر كما قلنا اكثر قواعد للعمل على المستوى المنظومه هذه، منظومه اللجوء. على مستوى الخدمات شنو الشيء اللي تقدمه بلديه صفاقس للاجئين؟ الخدمات بالنسبه لبلديه صفاقس احنا على المستوى الاداري الخدمات بتاعنا هي على مستوى معناتها توفير الوثائق المطلوبه، لانه اليوم اللي يعيش بيناتنا يطلب معناتها كل الوثائق الاداريه المستوجبه. كذلك لابد انه يكون ثم نوعا ما من التعاون ل معناتها تقديم اكثر خدمه، مثلا نعطي على سبيل المثال على المستوى الصحي لابد أن يكون عندهم كمان نفس التعامل، نفس الدرجه في التعامل ما بينهم ما بين بقيه المواطنين، حتى بذلك احنا نأمنوا لهم اللي هم على الجانب الصحي، ولكن كذلك بالنسبه لنا احنا نتفاداو يمكن اشكاليات تطرح من خلال تواجدهم في المدينه. اليوم عدد ملقيش ابر التلقيح، اليوم الاعداد نخافوا نتاعها في تجربه المغرب، معناها الاعداد قاعده تتراكم. ايه. ارقام كبيره برشا، ومش نلقاو روحنا في اشكاليه ما نظلمهم اللي كنت التحميم. اليوم الصغير عمره 4 سنوات، غدوه راه مش نخلطوا ال 15 16 سنه اللي مولودين هنا، بدينا معناها تولي عندنا جاليه كبيره برشا، هنا الوجوه هذه شنو نعملوا فيه نهار اخر؟ اي هذا هو معناتها عدد سيمونيو. الاعداد ما توا ما نجيبش نقول لك على العدد بالنسبه لبلدية صفاقس، ولكن على مستوى مدينه صفاقس بصفه عامه معناتها تتجاوز حتى 5 و6 آلاف اللي موجودين بيناتنا. المشكل مش في انه الصغير اللي موجود يجي موجود لهنا، المشكل انه النوعيه نتاع الناس هذوما قاعدين يشتغلوا معنا، قاعدين يد عامله موجوده وقاعده تتكاثر بصفه كبيره. ولكن زاد ثم اشكال اخر، انتم تعرفوا لي مو اكثر ما يمكن من الاندماج، راهو الاندماج مطلوب على المستوى هذا. السوريين و خلينا نحاول ناخذ من
هما هكا علاش النقطة على شوية آخر نطلق هنا بس هذه لما بشو شوفوا عندي لحظة لازم بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. نحب في البداية نرحب بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهجرة على مستوى الأمم المتحدة. السيدة حنان هي الممثلة لهذه المنظمة بتونس. مرحبا بك. مرحبا بكل المرافقين لي السيد نوفل والسادة الأعضاء المتابعين لي. نرحب بكل الحاضرين بالسادة الإعلاميين. شكراً على الحضور. نحب في البداية بعد هذا الترحيب نقول اللي ثم حلقات من التعاون وقع إرساءها ما بين بلدية فاقس والمفوضية السامية توجت أخيراً بتقديم مساعدة تامة من طرف المفوضية لبلدية فاقس اللي ارتأت أني معتها تكون مساعدات تشارك فيها مع العديد من المؤسسات والبلديات حتى تعمل فائدة على تقريبا كل المدينة. المساعدات هذه تتنزل في أنه الإحاطة أكثر بهؤلاء الفئة من اللاجئين اللي متواجدين معنا في وبين ظهرانينا في مدينة فاقس واللي أعدادهم كثيرة، ولكن نعتبر أنه ما هماش مقلقين بكثر بأكثر معناتها بخلاف انه معناتها ناس هذوما معناتها نتشرفوا باش يكونوا موجودين على الاقل من الجانب الانساني. هما معناتها مواطنين عندهم العديد من الحقوق وقاعدين يشتغلوا قاعدين يعملوا قاعدين متواجدين بيناتنا. لازم نوفروا لهم الحد الادنى من الخدمات، لازم نحيط بهم اكثر. وعلى كل حال المفوضية قاعدة تقوم بدورها مع المستوى هذايا. ما نحبش ناخذ الكلام على المستوى نتاعي انا، سأحيل الكلمة للسيدة حنان تكلم في هذا الموضوع بأكثر وضوح. عملنا مع بعضنا، كان العمل عمل هام، جات المساعدات، والحق بكل صراحة لابد لهنا باش نشكر التعاون القناز هذا كيف كيف من معناتها الإطارات والأعوان البلدية اللي أشرفوا على تجميع وتوزيع هذه المساعدات اللي معناتها عاونونا بالبداية باش تكون التوزيع يكون معناتها بأكثر شفافية. بارك الله فيهم وبارك الله في الناس كل. ونحيل الكلمة للسيدة حنان. تفضل سيدة حنان. شكرا سيد رئيس البلدية فاقس، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس البلدي، الأخوة والأخوات الصحفيين،
الذين هم كذلك شريك أساسي للمفوضية والعمل الإنساني. شكرا على استضافتكم. يعني أثرت الأزمة أزمة كورونا وجائحة كورونا الحاجة الكبيرة الذي يقوم به البلديات والمجتمع المدني خط الدفاع الأول أو خط المساعدة الأولى للاجئين ولطالبي اللجوء. ومن هنا كانت أهمية هذه الزيارة وهذا التعاون الذي نعتز به مع البلديات جميعا في تونس وكذلك مع بلدية صفاقس هذه المدينة الكبيرة والعريقة والتي تضم على أعداد من اللاجئين وطالبي اللجوء. ما قمنا به هو يعني ما هو إلى تقدير واعتراف بدور البلديات، ونسعى بالتعاون معهم ومع بلدية تونس إلى القيام إن شاء الله في خطة وطنية للتعاون بين البلديات جميعا من أجل مساعدة الدعم الاجتماعي والاقتصادي للاجئين وطالبي اللجوء. أود أن أشكر تونس على استضافتها للاجئين، على دعمها وحمايتها للاجئين وطالبي اللجوء، وعلى سياسة الباب المفتوح في هذا المجال على تقديم الحماية لهم خلال هذه الفترة. وأكرر أضيف صوتي إلى صوتك بشكر جميع القطاعات والعاملين في البلدية الذين كان لهم دور كبير كذلك في الدعم اللوجستي خلال هذه الفترة. نحن ملتزمون بالتعاون مع البلديات ونتطلع إلى خطة عمل وإلى استراتيجية وضع استراتيجية فعالة في المستقبل القريب. شكرا جزيلا. شكرا شكرا سيدة حنان. سينا دخل. شكرا. احنا كما قلنا ذكرت الدكتورة حنان معناها سوف نواصل ان شاء الله التنسيق، معناها سنة على سنة قاعدين نعزو في العمل نتاعنا التشاركي معناها بين البلدية وبين المفاوضين السامي لشؤون اللاجئين، لأنه عبء كبير نحاولوا نخفوا العبء على بعضنا، تقديم الحماية، تقديم المساعدة لأشخاص اللي هما فئات هشة اللي هي أشخاص معناها مش من تلقاء نفسها تحطت في وضع كونها تطلب اللجوء، الوضع نتاعهم هما اللي خلاهم يصبحوا لاجئين أو طالبي اللجوء. إن شاء الله احنا كمفوضية كما وعدنا معناها نواصل في العمل يد في يد لتقديم المساعدات وحفظ كرامة هؤلاء الأشخاص. شكرا. هو تسمحوا لي انا نحب نذكر في الموضوع هذايا انه العمل الكبير اللي تعاملنا فيه وكان تعاون بيناتنا كمفوضيه وكبلديه هو اساسا كان معناتها عن طريق لجنه التعاون المركزي والعلاقات الخارجيه اللي تراسها الاستاذ محمد وجدي العايدي. الحق بكل صراحة نقول الأستاذ وجدي كان عنده حماس لتناول هذا الموضوع معناتها بجدية كبرى، وكان هو زاد وراء عقد كل هذه اللقاءات وتنظيم كل هذه الحلقات من التعاون. نحيل في الكلمة الأستاذ وجدي باش تعطينا كلمة على المستوى الذي. شكرا سيد رئيس. مرحبا بالدكتورة نانا وبالدكتورية سامي المتحدة لشؤون اللاجئين، مرحبا بالسادة والسيدات الصحفيين. هو في الحقيقة اللقاء ما كانش مبرمج باش ياخذ البعد الرسمي بالطريقة هذه، لكن في إطار ربما مناشرتنا لمسألة اللجوء والهجرة بالمدينة باقتراح من الدكتورة والإطار المرافق لها، قلنا علاش ما نشاركوش معنا الإعلام والصحفيين في المدينة في لقاء مثل هذه اللقاءات. ما هوش هو الأول، تقريبا عديد لقاءات حسب قبل ثاني زيارة للدكتورة لمدينتنا. يمكن بعض الأخوات والأخوة الصحفيين يقولوا البلدية شنو علاقتها ولا شنو دخلها في مسألة اللجوء والهجرة. نعرفش أكيد عندكم معلومات أنه تقريبا مدينتنا ولات المقصد الأول للاجئين وطالبي اللجوء. أنا لهنا مانيش باش نخلط ما بين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لكن على الأقل بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين المفوضية تعنى باللاجئين وطالبي اللجوء. في مدينتنا موجودين، احنا يمكن ما نميزوش ما بيناتهم، لكن الفئة هذه موجود بعدد كبير.
وانخراط البلديه هو انخراط مبدئي بتشجيع السيد رئيس البلديه. قد يقول قائل زعم هذه اولويه، قد لا تكون اولويه، لكن الظاهره موجوده في المدينه، وانخراطنا هو انخراط انساني قبل ما يكون شكلي والا قانوني، لانه كما نرجعوا للمجله والقانون ديما نذكر ما عندناش الاطار القانوني اللي يخول البلديه ان باش تتداخل في هذا الموضوع ولا عندها الامكانيات. لكن باقتناع منا، اقتناع من الاداره، اقتناع من السيد الرئيس، اقتناع مني شخصيا، وايضا الى جانب عديد اعضاء المجلس البلدي، رغم التناقضات ورغم الاشكاليات ورغم التحديات، فانه احنا قلنا علاش ما نكونوش فاعلين ايجابيين، على الاقل نقوموا بدور منسق مساعد. احنا مجبرين بالقانون باش وقت تولد الاجنبي مهما كانت وضعيته ان البلديه تمنحه مضمون ولاده، تصريح بولاده، واحنا مجبرين بالقانون وقت اللي توفى الاجنبي ان البلديه تعطيه مضمون وفاه وتقوم بدفنه. هذا قاعدين نقوموا به تقريبا نقول اسبوعيا بصفه دوريه، وما نطرحوا حتى اشكال. بارك الله فيه السيد الرئيس والسيد الكاتب العام، يعني ما غير ما يتردد زعما فيه اشكال ما فيهش اشكال، مهما كانت ديانته نحترموا الديانه نتاعو ونقوموا بالواجب. واعتقد الى الان لم يتم دفن مهاجر او لاجئ او طالب لجوء بمقابل، تقريبا الكل نقوموا به مجانا والتوانسه يخلصوا. معناتها هذه ربما من الاشارات الايجابيه. احنا منخرطين في مساله اللجوء وطالب اللجوء بصفه مبدئيه باعتبار مدينتنا تحتضنها وباعتبار الظاهره موجوده في المدينه، واحنا منخرطين فيها. تقريبا الالتزام وانخراطنا هذايا جلب انتباه عديد من المتداخلين دوليين ومحليين سواء حكوميين او غير حكوميين، وتقريبا اتجاهنا واضح. احنا اللي نقدر نقوموا به نقوموا به، ومشكورين المفوضيه والا المنظمه الدوليه للهجره والا المركز الدولي لتطوير سياسه الهجره والا منظمه المدن والحكومات المحليه المتحده تقريبا تعاوننا. ايضا مشكوره الاداره البلديه لاني معناتها توفر لنا المساعده باش نقوموا بالانشطه نتاعنا. نحب نشكر وماذا بينا كبلديه وايضا مفوضيه نكرموا ايضا العمال نتاعنا البلديين اللي عاونونا عديد المرات. عندنا الشيخ مسيح حمادي موجود لهنا يمثلهم، قاموا بما يجب. وقت اللي استجبتم مشكورين ومديتونا بمساعدات لمجابهه وباء كورونا ما كناش انانيين، وبموافقه من الاداره والسيد الرئيس يعني استفاد من هذه المساعدات تقريبا زوز مستشفيات كبيره في المدينه التي شكل حبيب بورقيبه لدار الجويه للصحه، تقريبا ثلاثه واربع مراكز معناتها صحيه في المنطقه الحضريه، وعلى ما اعتقد 11 بلديه. يعني تقسمنا معاهم المساعدات واحنا دائما نطلعوا للمزيد منها، لانه في الحقيقه الظروف صعيبه واي شيء يمكن يفيد البلديات خاصه اللي صابت بالوباء بدرجه كبيره. وعندنا صفاقس اكيد عندكم علم يعني تقريبا هي اكثر مدينه مع الاسف يعني تضرت بالوباء وما زالت تعاني منه. ايضا تقريبا من جمله المقترحات اللي وافق عليها السيد الرئيس واكيد يعني مش تلقى صدى كبير، هو انه في اطار لجنه التعاون المركزي اقترحنا انه يكون عندنا مكتب وعندنا مدام رجاء الطوعه هي موظفه في التعاون المركزي وشاركت معنا في عديد الدورات تكوينيه على اللجوء وعلى الهجره. قلنا لا، لما لا يكون عندنا مكتب للتوجيه والارشاد للمهاجرين واللاجئين والتوانسه في الخارج، يعني مساله الهجره كلها يعني وحده لا تتجزا. نشكركم مره اخرى، نشكر الصحفيين، وربما الظاهره هذه راي نجم تكون محل اهتمام الاعلام بدرجه كبيره، لانه وباء كورونا بين لنا انه الاعداد اللي كنا نعتقده انه هذاك هو 1000 ولا 1500 ولا 2000 معناتها مهاجرين ولا حتى لاجئين ولا طالب اللجوء، تبين انه الاعداد يتجاوز هذا الرقم بكثير. يعني نتكلموا عن 6000 و7000 موجودين في المنطقه الحضريه وحتى خارج، ولا يسكنوا حتى خارج المناطق هذه. بارك الله فيكم على حضوركم، بارك الله فيك دكتوره وكل مرافقيك مدينه صفاقس، وان شاء الله التعاون يدعم اكثر والتعاون تاعنا يكون ربما عنده حتى صداع على المستوى الوطني
باش ربما الدولة تاعنا تحرك شوية، لأنه مسألة اللجوء ماهيش محطرة قانونيا. عندنا مشروع قانون للهجرة واللجوء يعني مدرج في المكاتب تاع المجلس عنده 4 سنوات. الدولة مبدئيا ما بين قوسين يعني متخلي على دورها في هذا المجال، أحالت المهام هذه المفوضية على الأقل بالنسبة للجوء وطالب اللجوء. مسألة الهجرة أيضا ما زالت ماهيش محطرة قانونيا، صلاحياتنا تكاد تكون منعدمة كليا في هذا المجال، لكن رغم ذلك هنا جي نحن يعني نبادر ونحاول أنه باش نكونوا إيجابيين، تشجيع من السيد الرئيس ودعم من الأطراف الدوليين كما الأمم المتحدة في شخص مفوضية اللاجئين. بارك الله فيكم وشكرا. شكرا. نعرف إذا كان السادة الإعلاميين والصحفيين عندهم تدخل أو تساؤل. المسؤول الأول اليوم المفوضية كدورة في منطقة منطقة صفاقس، يمكن كان أحكي لك الأرقام غير يعني من 1500 إلى 6000 حتى 7000 ممكن أكثر. والإشكال أنه هوني منطقة عبور، يعني منطقة عبور شكل خطر على روحهم كما شكل خطر على المنطقة في حد ذاتها، لأنه الناس تكون في اتجاه إيطاليا ونشوف تقريبا الأغلبية الساحقة بتاعها تموت في وسط البحر. لو كان الدور المفوضية هوني شنو نجم تلعب في الشكل هذه، لأن الأرقام طلع برشا في دولة اليوم نعاني إحنا من ذاتنا من قلقنا المادي من ازمتنا الاقتصاديه، باش يجي نهار ما حدش نلقى فرص باش نجمو نلقاو حل للناس هذوما. معناتها دور المفوضيه هوني شنو كيفاش نجم لانه سكنهم تاع برشا، نعرف عباد على مستواهم يسكنوا بالعشره من 15 بال 20 في منزل واحد، معاناتهم حتى في تغذيتهم في حد يتغداو حاجات بسيطه برشا، مش كلهم راهم يخدموا، ثم جزء منهم يخدم جزء ما يخدمش، ويخدموا مش بشكل هو يخدم بشي حق دونك يخدم مش يتجاوز الحدود هو، دونك حياته كامل مكرسه الشيء هذاك ما يلوش على جنب التغذيه في المساله هذه. كما كان حكينا الاستاذ غياب القانون بالنسبه لتونس معناها يتعب شويه كش المجتمعات ما يهمش رئيس المواطنين ما يسمعوش المواطنين، لانهم اليوم بداوا ينجوا في بذرة ان باش يولوا مواطنين. لان اليوم كنا نحكي ساعه مع السيد الرئيس على مساله انه اليوم المناطق مع زوج صغار ثلاث صغار مع صغار ما عادش نحكيو على رقم عادي برقم الانتاج اللي قاعد يجي منهم هما اليوم هذوما كيفاش نجموا نحضروا لهم بالتعاون اكيد مع المفوضيه. زاد كيف قانونكم انتم الدوليه وقوانيننا احنا اليوم ما ترتقيش الا ان تسير الا القانون تاعك. نسال اليوم في الضباب هذه كلها وين دور المنظمه؟ ما نشوفوش غير برشا كما كان يحكي اعانات ومساعدات باش ندور الكورونا، لا اليوم الناس هذوما طلبوا اعانات كبيره برشا كما قلنا حاجه البلاد اللي مش قادر باش نجي نوفر لهم هالجزئيه العاديه، مش يكفي اني ندفن ولا يكفي اني نعاون باش لا ثم برشا جوانب انسانيه كبيره. وكما قال في فتره الكورونا لاحظنا الشيء هذا بالحق، ما جندتش الناس باش نجم تتوكل وتشرب العباد ما تخدمش وما تنتجش. دونك هنا المجتمع المدني يتحرك ديما، جهد المجتمع المدني ما يكفيش ديما، راه يلزمها فرصه تاع فلوس كبيره برشا باش نجموا ناخذوا شيء. دونك نسال ديما الدور المفوضيه في هذا التوجه اللي قاعد يتكاثر ومازال يتكاثر اكثر، لان اليوم نعرف الوفود برس كل جمعه تلقى وجوه جديده جاتك من الجنوب خاطر اذا حرق وما كملش باش يلقى الخط تاعو هو ساقس هنا باش يبقى موجه بالاستيراد هو جات الباساج يلقى روحه مضطر باش يبقى مش يبقى يبقى فلوسه حطه في الحلقه ومش كيفاش يعيش هنا باش يعيش في داخل كبيره برشا. شكرا. بالاخير كان تسمحوا لي قبل ما تاخذ الكلمه معاك نعود ان ربما فيما يتعلق بالجانب المفاهيمي وجانب الاختصاص هما ادرى راهو كيتكلموا على اللاجئين وطالبي اللجوء هي فئه مؤطره دوليا، وقت يتكلموا على المهاجرين يتكلموا على الفئات الكل. احنا في صفاقس عندنا ثلاثه انواع، عندنا المهاجرين وعندنا المهاجرين النظاميين كيما الطلبة اللي جايين من جنوب الصحراء وضعيتهم القانونية لاباس إقامتهم، عندنا الأغلبية اللي نجم نقول لك في أكثر من 90-95% مهاجرين غير نظاميين، يعني فاتوا حتى اللي يجي بدون تأشيرة تقريبا أكثر بلدان جنوب الصحراء واللي عندهم الحق يجي لتونس بدون تأشيرة، فوت 90 يوم فترة بتاع السياحة بتاعه يدخل في الوضعية الغير قانونية. هذوما مهاجرين غير قانونيين وغير نظاميين وغير شرعيين. احنا بصدد المفوضيه اللي تعنى فقط باللاجئين وطالبي اللجوء، وكاله متخصصه للامم المتحده مسؤوليتها تاطير حمايه رعايه حسب ما ينص عليه القانون الدولي المهاجرين او طالبي اللاجئين او طالبي اللجوء. يا ترى عنده بطاقه نتاع لاجئ بعد ما تحررت المفوضية في وضعيته وعطته صفة اللاجئ، أو عنده بطاقة طالب لجوء. إحنا
الاجتماع تاعنا والدكتورة والوفد المرافق لها موجودين في يعني في الإطار هذا، إطار اللاجئين اللي عنده صفة اللجوء أو طالب اللجوء. وضعيتهم راهي أسلم وأحسن وأرقى ربما من الفئات الأخرى. احنا لكن ما يمنعش أنه من خلالهم هما راهو ينجموا يستفيدوا الفئات الأخرى ويستفيدوا حتى المحليين راهو. يعني هذا ما يمنعش احنا من خلالهم هما نتكلموا على تحسين تسهيل حياة اللاجئين وطالب اللجوء وأيضا المهاجرين وحتى المحليين. كل يعني للتوضيح فقط للساده الصحفيين والإعلاميين باش ما يقعش الخلط ما بين الفئات هذا الكل ونبداو نحملوا المفوضية ما لا تحتمل. هو لقب الفئات هذه نهايتهم ليش؟ أنا في الأخر مش حتى بالضرورة متأكد أنه صاير دينا اليوم في ناتج قلنا سبع سنوات ست سنوات صايرات اليوم صاير لجوء. ما أنا مش يبقى لقونية دونك هو مش يرجع مش يبقى في المدينة دونك إذا ما خمولوش من تو ونحكي أرقام راه 7000 6000 5000 ما نحكيوش الأرقام الضبابية أنا مشينا الناس قلت لك عشوش تفرج تلقى ناس تسكن 100 150 واحد في حومة واحدة. اليوم راه مش يوليو لاجئين الحالات الكل ما حرقش وحرق في الأغلب يموت دونك الدفن مش مشكل. أما الإشكال في أنه مش يبقى معك وني إذا ما توفرلوش الظروف اللائقة اللي يجي يعيش فيها. هذا اليوم لازم نفكروا بالحق كمفوضية في 6000 ولا 5000 عبد راهم مش يوليو لاجئين هنا ما عندوش مازالوا متخبيين وراقهم مش سليمه لكن في الاخر باش يطلبوا اللجوء القانوني. شكرا على التوضيح بس شكرا كثير على التوضيح لانه عاده بيصير في كثير خلط حتى لو وضحنا بضلوا مصممين انه لا هني بعرف لانه هيدا عملنا وعارفين التفاصيل. عدد اللاجئين وطالبين اللجوء المسجلين مع المفوضيه على مستوى دوله تونس كلها هو 6000 وشوي 6400 6700 شخص مسجلين هذول مسجلين. في اللي بتعمله المفوضيه انه بتقوم بتسجيل طالبي اللجوء لما يوصلوا على البلد معين ويطلبوا اللجوء. ما بعد ما يصير تسجيل اللاجئين بيتم دراسه ملفاتهم. مش كل شخص يدرس ملفه هو شخص يقبل كلاجئ. نسبه معينه يتم قبوله والقسم الاخر في أحيان كثير بنسبة كثير كبيرة يتم رفضه كلاجئ أو كلاجئ لأنه لا تتوفر عليه صفة اللجوء أو طالب صفة اللجوء. بالحالات التي يتم قبولها بتقوم المفوضية بالتعاون مع الدول الأخرى على إيجاد حل اللي هو إعادة توطينه في بلدان أخرى أو في أو الحل الثاني عادة هو يعوضه على بلد الأصل. ولكن مثل ما ذكرت كل الموجودين مثلاً في صفاقس واللاجئين لا هم نسبة معينة منهم ممن يتم دراسة ملفاته ممكن تنطبق عليه صفة اللجوء وجزء كبير لا تنطبق عليه صفة اللجوء. هلأ باللي حكيته حضرتك مزبوط لازم هنالك حاجة للتعاون بين جهات مختلفة لأنه أي جهة لك على أي حجم المشكلة أكبر من أنه منظمة دولية وحدة أو جهة وحدة تتعامل مع الموضوع يحتاج إلى كثير من التعاون. تعاون بين المنظمات الدولية، تعاون مع المجتمع المضيف، تعاون مع البلدان التي قد يتم كذلك فيها إعادة التوطين أو البلدان الأصل حتى. شكرا. نزيد نوضح نقطة كما قالت الدكتورة ثم عملية دراسة طلبات نتاع اللجوء لأنه احنا كما ذكرت الدكتورة عنا إلى موفى شهر جانفي 2021 6400 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية. ثلث العدد هذايا هم من جنسية سورية يعني 2000 من جنسية سورية اللي هم يعتبروا لاجئين. نصف العدد 6700 هم طالبي اللجوء وقاعدة المفوضية تدرس في طلبات اللجوء نتاعهم فيهم اللي باش تتوفر فيهم شروط اللجوء ويصبح عنده صفة اللاجئ وفيهم اللي ممكن يترفض الطلب نتاعه وترجع له صفة المهاجر. هذاك علاش احنا ديما نحبوا نوضحوا اللي فما المهاجر اللي هما غادروا البلد نتاعهم لأسباب اقتصادية اللي معناها من تلقاء أنفسهم والمهاجر هو واللاجئ سامحني او طالب اللجوء هو غادر لاسباب اضطهاد اللي ممكن تعرض حياته للخطر في موطنه الاصلي. والمفوضيه نزيد نقطه هي اللي تقدم في الكارت سيادتك المساعدات كل ما هي مساعدات في الدراسه المساعدات الصحيه للاجئين وطالبي اللجوء او احنا زاد حتى سكن
أو المعيشة هي المفوضية اللي تتكفل بها. شكرا. شكون عنده تدخل؟ أنا. تفضل. هيا أنا. أنا لكتي بس لو كان سبعين بس صحتي كان سبعين. دونك حبيت أول حاجة نشكركم حقا على طبعا الخدمة تاع الفوضية وحتى البريود تاع الحجر الصحي والبريود تاع العباد يعني اللي يبرمج المساعدات مش مش حتى عائلات يعني الطلبة اللي نشوف المهاجرين حتى الدعاية الجنسية يعني حاجة تحتسب لكم أنتم يعطيكم الصحة. ثاني حاجة احنا قاعدين نشوف حتى في الطلبات اللجوء اللي هما قاعدين يستنيو حتى عمرهم باش يجيو نوافق على طلب اللجوء نتاعهم نرى فيهم ياسر موجودين في ولاية سيوة وبكثرة خاصة الأفارقة اللي ولينا نرى فيهم بصفة كبيرة تحت الساحل وكثيرة السوريين. لهيك اللحظة معناتها لهيك اللي بين يجي طلب اللجوء قاعدين نشوف في بركة الله معناتها ما شاء الله صرتوا الأفارقة في حكاية الصغار معناتها يكونوا الصغير اللي يجوا في تونس واللي يفوتوا في تونس. كيفية كبيرة معناتها الحق معناتها تلقى حتى كل عام تلقى صغير تزيد معناتها في العائلة الحكومة. حبيت نسأل أنا في الأنفور الوالدين لا قدر الله ما جاوش ما جاتهمش طلبات اللجوء الكل. صغيرات هذوما في القانون في تونس شنو ما يتسموا معناتها؟ اسكو يتسموا مواطنين تونسيين يتسموا لاجئين يتسموا لاجئين حكم الكونديسيون تاع العائلة نتاعهم وهل المفوضية أهم شيء في وضع على الأقل حد مثل للعائلات هما اللي يجوا بصفة كبيرة معناتها أفارقة واللي بالحق نعرف فيهم دوخ الشريرة يطلبوا في كونديسيون خايبة على الأخر ما تلاقيش حتى مع حقوق الطفل وتجي تحكي معاهم أنا نستنى في طلب اللجوء بتاعي أنا نستنى. ثاني حاجة احنا قاعدين نلاقيهم ونحكوا معاهم على اللاجئين أو طالب اللجوء أو المهاجرين أو اللي قاعدين موجودين في كيش تحكي معاه على آخر نهار الحاجة قاعدين نرى في القانون التونسي ياسر ساعات الحكايات اللي هو مش يخليك تخدم وتندمج مع المؤسسات ويصعبوها حتى برشا عباد يقول لك انا بالنسبه لي ما نجيبش نخدم معايا كان حتى القانون التونسي ما يسمحليش ولا مسكر ياسر في القوانين نتاعو الكل دونك ما نجيبش نسوي له وضعيه ولا نجيبش نخدم معايا تلقاهم يكون في النوار وبظروف خايبه على الاخر وتلقاهم بالحق حاجه توجع القلب انا كيف المفوضيه لهنا شنو نجم تعمل للعباد هذوما اللي قاعدين يخدموا في النوار الاغلبيه نتاعهم شنو تعمل للعباد اللي تجي حتى تعيطهم تقول لهم ايش اخر يقول لك انا نفضل نقعد لهنا تحت الواحد ونطلب يساعدني نجيب برشا فلوس احسن بياسر من اللي انا نمشي نخدم ولا نمشي نسوي وضعيه من الكل. وحبيت انا نسالك ما نعرفش برشا عباد تجي تطلب اللجوء في تونس لكن هما ديما حاطينها منطقه عبور معناتها تونس بالنسبه لهم يستقروا فيها عامين ثلاثة أربعة يكونوا فيها وبعدها ديجا عندهم حل إن هما يهاجروا لفرنسا ولا أمريكا وكل شيء لهنا المفوضية ما نعرفش عندهاش الإحصائيات فماش عباد كانت موجودة بوحدها وخلات طلبات اللجوء بعد خرجت بيها لل معناتها لليوروب ولا حاجة ميرسي بوكو برشا أسئلة بس سؤالك إذا بيصيروا مواطنين تونسيين لا موضوع هذا الموضوع لا هم يا أما إذا قبلوا كلاجئين أو طالبين لجوء عندهم أوراقهم بطاقة اللجوء إذا كانوا مقبولين كلاجئين أو في قسم منهم يحفظ يعني حاصلين على ما زالوا حاملين لعهديتهم الخاصة. فيما موضوع العمل نحن بتنسيق دائم مع الجهات المختصة ومع السلطات التونسية للنظر في إمكانية يعني للنظر بإمكانية استيعابهم في المجتمع من حيث الإدماج الاقتصادي لهم لأنه يعني اللاجئ أو طالب اللجوء هو كمان عنصر غنى للبلد ممكن يكون له إضافات معينة في البلد أكثر مما يكون موجود كعبء وممكن يضيف وممكن يقدر يساعد أكثر من أنه يكون موجود كعبء على المجتمع الموجود فيه. ما بعرف تحب فما باش نجاوب على نقطتين ثانيين
فيما يتعلق بالتسول. مسألة التسول معناها هي ظاهرة موجودة برشا مش في صفاقس بركة، في عدة ولايات، ونعرفوا معناها جنسية معينة، مش الإفريقيين، جنسية معينة هم يقوم بعملية التسول. احنا في على مستوى ولاية جابس كان وضع خطة عمل معناها بلاتفورم، وكان فيها معناها الجهات الرسمية وعلى رأسهم السيد الوالي بتاع جابس، وقمنا المفوضية والشركاء بتاعها مع الجهات الرسمية وضع خطة عمل اللي وقع الحد من عملية التسول في ولاية جابس. لكن للأسف مجموعة انتقلت من ولاية جابس، انتقلت لولاية ثانية بما فيها ولاية صفاقس، وحابين نزل السنة الفارطة 2020 نفس العمل اللي قمنا به كمكتب مفوضية في ولاية جابس، حابين نزل باش نبداو فيه في ولاية صفاقس. لكن للأسف الظرف بتاع الكوفيد هو اللي منعنا، ما خلناش باش نقوموا بالعمل هذايا، وهو في البرنامج ان شاء الله باش نقوموا، لانه ديما نحاولوا اي شخص خاصة السوريين بالذات اللي نعرف الوضع بتاع البلد نتاعهم، تقديم المساعدة وتسجيل ابنائهم في المدارس معناها باش للحفاظ معناها وضمان مستقبلهم. النقطة الثانية تتعلق باللي يجيو لتونس اون ترانزيت ويطلبوا اللجوء ومن بعد يمشيو لبلدان ثانية. احنا كمفوضية كما قلنا العمل نتاعنا هو تحديد صفة اللاجئ في الفترة اللي الشخص يطلب فيها اللجوء في تونس. لما تقع صفة اللاجئ وما يمكنش الإدماج في البلد بتاع اللجوء، فما العمل على إعادة التوطين إلى بلد ثاني. معناها ديما نشتغلوا كل ما هي إجراءات وأمور رسمية. لكن فما أشخاص ممكن تغادر من تلقاء أنفسها، لكن احنا ما يكونش عندنا علم اللي احنا ما نقدروش باش نقدموا مساعدة. لما يمشي البلد ثاني ويطلب اللجوء تقع دراسة طلب اللجوء بتاعه من جديد مثل ما صار على في تونس. شكرا. انت دخل يا خالد. شكرا. يقوم على شركة يكون بين بلدي وفوضية. شركة. قالت المفوضية في مكتب بقيني للمفوضية في عمان بالتعاون مع مكتب المفوضية في تونس في إقامة مؤتمر إقليمي لبلديات شمال أفريقيا في نهاية شهر 12 2020 لوضع خطة عمل، وكان في حضور من دول شمال أفريقيا، وكان الحضور التونسي حضور فعال ومتميز في مؤتمر رؤساء البلديات. وحاليا كنا كان المؤتمر كمان تحت رعاية بلدية تونس، وقمنا بإصدار نتائج لهذا المؤتمر دول شمال أفريقيا. الخطة الثانية هلأ هي إقامة اجتماعات لوضع إن شاء الله نحاول نضع خطة وطنية للبلديات، ونضع كيفية التعاون بين البلديات التونسية مع بلديات أخرى خارج تونس، نضع كيفية التعاون ودعم البلديات وتسليط الضوء على دور البلديات في موضوع دعم اللاجئين وقضايا تطوير وجوه، وكذلك المجتمع المحلي المجتمع التونسي يعني اللي دور كثير كبير وفعال في استضافة واللاجئين الطلبيين. أنا لحد اليوم ما فهمناش فكرة واضحة في التعاون. نحكوا على الفيديوهات تاع البلديات. نستمع باش نلاقوا الفكرة ما وصلناش. إن شاء الله قريبا جدا نعطيكم الفكرة الكاملة. في بداية في مجموعة من التوصيات. وبالقريب العاجل إن شاء الله نعطيها لوسائل الإعلام. هو يمكن لو تسمح سيد حنان، يمكن هو عنده غياب النصوص القانونية على مستوى دولتنا، معناتها يخلي الأدوار غير واضحة على مستوى على جميع المستويات، الدولة على مستوى السلطة المحلية والكل. ولكن احنا كبلديات قلنا ما عندناش حتى إشكال نطلعوا بالمهام تاعنا، لأنه هذا يتفرض علينا بدون أنه ننظر أنه ثم الترسانة القانونية مش موجودة، ولكن ما عندناش حتى إشكال لابد أنه نطلع بالدورة. وإحنا الشراكة هي
قائمة، ولكن الشراكة لابد أن يتجسم إذا كان يلزم حتى باتفاقيات. إن شاء الله نخدم على الاتفاقية هذه باش تكون ثم اتفاقية واضحة ما بين البلدية، احنا كبلدية صفاقس على الأقل، والمفوضية، ولكن راهو نجمو نعملو على مستوى البلديات ككل، بلديات الخطة الوطنية مع البلديات ككل. هذا هو نحن معنا بالضبط. إذا تكون حاجات واقعيه معنا كي نحكي له لازم نخمم في المراكز، لازم نخمم في الله يسمح ليش نحكي على 6000 ريال في الأخر مش شو مش شو، خاصة لما تعلم أنك أنت قبلت أن الناس باش تعطيها حق اللجوء باش تعطي في الإمكانية للناس الثانية باش تفكر في اللجوء، لأنه يجي حارة كل يحطه في اعتبارات الجميع. عنده بصل باش يتعدل إيطاليا، ما طلعش إيطاليا باش يبقى في المدينة هذيك، يلعب أوراق اللجوء باش يمشي يدخل مدينة أخرى بشكل ثاني، لأنهم هما يفكروا بأشكال كبيرة برشا. ملي يعمل ديبار من المكان بتاعه في اتجاه الوجهة سواء كان تونس أو مكان آخر، عارف واش يعمل بالضبط، وعارف إذا اليوم ما يفكروش بالحق، لأنه 7000 راهو باب أنك أنت تعطي اللجوء وباب أنه مش يبقى هوني. وإذا ما فكرلوش أنا باش يبقى هوني صحيح، فكر بالمساعدات لا. نخل الحاضر، الحاضر مش مساعدات أن يعطي بشيك يشرب أو بشعار صحي يحضر بشيك يحضر برشا حاجات أخرى في دولة اليوم في الحكومة. إحنا نصنع ضعاف باش نجموا نقبلوا كميات كبيرة برشا من الناس اللي مش تبني هدف، يعني ولا الأرقام أرقام كبيرة وأرقام مفزعة. أنا الوجهة بتاع تونس ولا أقرب العباد مش مش عليها، دونك كلنا البوابة صحيحة إلى إيطاليا هي تونس، الوجهة كلها بتاع العباد حتى حتى من بعيد من سوريا من لبنان، ولا بين الافريقيين من حتى الجزائر الايمان بحب لحظه كلهم تحت الاماكن هذوما، وحطوا انه يبقى لهنا مش هذا العبور، اذا ما نجحش في العبور مش يبقى لك هوني، اذا ما نحضروش تو مش نلقاو احنا نبداو نعانيو من مشاكل كبيره، نعرف التجارب في الدول الاخرى من المغرب لقات روحها تعاني من مشكله في الاخر مش تحتضر مش اسم المواطنين، تبدا تحضر من الارض من تو باش تسعى نحكي على الصغار راهو تاسيس المواطن ماشي طالب مش شعرك اذا من العائله ومن الدار مش دونك نقاورنا في مشاكل كبيرة. شكرا. سي منير لدينا مقارنة في الجزيرة معنا، زين فصلنا الشبكة بين البلدية وبين الفوضية مش نعرف حالك، نقول مش تعمل إن شاء الله شكون غيرون هنا في البلدية. وين مشي يا لسه؟ ما تعطينا أنت زيادة الفوضية هي اللي عطات شنو مش تعمل ولا شنو المطلوب منها؟ احنا نحب نعمل بلدية زي شنو بنجم نقدم للاجئين الموجودين في سويسرا. هذه أول سؤال. ثاني سؤال اللي هي مدام باعتبارنا هنا نستغل الفرصة، تعرف برشا صحفيين نخدموا على الموضوع هذايا، لكن برشا ما يجيش ياسر بين المهاجر واللاجئ والكل، فيحبذ لو كان المفوضية تتفق حتى مع النقابة نتاعنا ولا مع أي طرف إعلامي ونكثر الدورات التكوينية ما بين الصحفيين والمفوضية. مش على الاقل نعمل كل تبدا فاهمه شنو كي نحكي، وعلى الاقل نقول كلين نبدا فاهمينها بالكدا وكل حاجه تنطق في مكانها. وشكرا. شركائنا الاستراتيجيين كمان على الأرض، لأنه قلتوا لكم الدور إنه تنقلوا الصورة، توضحوا الصورة، يعني تسلطوا الضوء على معاناة اللاجئين طالبين اللجوء. وفي قدامنا شغل كتير سوا بهالخصوص، من دورات تدريبية، من زيارات ميدانية مشتركة، ومجموعة من الأشياء اللي تمت مناقشتها وحطيناها كخطة عمل إن شاء الله للفترة الجاية. شكرا. كبلدية احنا البلدية كما قلنا من قبل قلنا انه البلدية مفتوحة ان تكون تسهل معناتها تقديم الخدمة، ودائرة يظهر لي استاذ عملنا حتى دورات تكوينية للمواطنين نتاعنا كيفية استقبال المهاجر او اللاجئ وكيفية تقديم الخدمة، هذا اشتغلنا عليه في دورات معناتها التكوين، وباش يكون المكتب هذايا هو المكتب اللي يمكن يكون نقطة التواصل ما بين المواطن طالب اللجوء أو اللاجئ هنا والمفوضيات، باش يكون هذه نقطة الالتقاء اللي نجم نظم الدورات. هذا هو تو سامبلومون، معناتها شنو هو بالضبط اللي موجود احنا حتى ومازلنا ما نعرفش شنو المصورات باع مش الفقير.
لا هو ايه لا لا هذه تصورات انا مش نفكروا مش نفكروا اما مش يجيك اللاجئ باش يطلب منك خدمه للان ما نعرفش شو لا احنا شنو نقبلوا اذا بكونوا واقفين احنا شنو نقبلوا من المنظمه اليوم المنظمه عندها قوانين عندها مشكله شنو نقبلوا باش نجموا هالظاهره هذه نجموا نقبلوا القضيه مش من الاختيار باش كلنا ما عندناش الكلمه باش نحطوها تو قادمين 6000 قادمين يجاريهم ويلقاوا اماكن باش يخدموا ونعرفوا الاشتغال غدوا باش يلقاو احنا في مشكل كبير برشا علاش قبل انه يجاريوا المساله اليوم اذا ما صبقوش الاحداث لازم نعرف شنو نقبلوا من المنظمه في حد ذاتها باش نجموا نلقاو غدوة احنا اقل حد في التعامل مع الموضوع لان الموضوع شنو يختير غدوة التعامل في الموضوع هذا راهو نورمالمون هو في غير القوانين تحت الانتساب فوالا هو ثم لابد من ايجاد القوانين والا السبل ولا الاجراءات على مستوى الدولة احنا نصمتنا نجري من سيتياسيون احنا عندنا حالة قاعدين نجريو فيها بعد دولة مرض ندولوهم ولادك جنب انسان ما غير منظمة نعملو لا مش كيف كيف بل نعمل في مكان منظم كي يجيك لاجئ انت من قبلك انت اللاجئين في ليبيا ده بغرض التدخل تاع المنظمه احنا هكاك في الجوار في الحاره تاع احنا ودير في نقبلوا غدوا باش يولي اشكال من 6000 ولا 12 18 14 باش تلقى روحك في اشكال كبير مع القوانين قاعده تمشي بشويه مش قاعده تخلط مش القانون اللي ما كان نسبقوش مع المنظمه ونعرف روحنا اش طالبين من المنظمه باش غدوا يحلوا في قدام الاشكال هذا ونعرفوا نعالجوا ويتعدى السلام اذا ما نسبقوش تو خارق العاده تبداو تفكروا صحيح سبب نفكروا ونفكروا صحيح باش تعرفوا احنا اش تطلبوا من المنظمه والمنظمه اش تاخذ منها اش تطلب منها باش نجموا نجاريو مثلا هذا نجاريو نجاوبك على التخوف احنا كيما قلنا تو معناها حسب تحاليلك 6500 اللي موجودين بما فيهم مهاجرين سوف يصبحوا مهاجرين. نعطيك مثال حي جبت على ليبيا في 2011 لما صار في الازمه في ليبيا دخلوا مئات الالاف مش عشرات الالاف غير الليبيين انا كنت موجود في المخيم العدد اللي قبلناه من جنسيات مختلفه غير الليبيين هو 240,000 شخص 30 جنسية و 33 جنسية 2011 دخلوا بقاوا لفترة معينة بالنسبة ل 240,000 اللي دخلوا هما غير الليبيين بقاوا عشرات منهم لاجئين في تونس معناها بقاوا تقول لك حوالي 60 أو 50 شخص واللي دخلوا في 2011 قاعدين باقي خاطر عملوا فترة طويلة في تونس دخلوا في عملية إعادة التوطين معناها كما ذكرت سيادتك وضح الوجهه نتاع الاشخاص هذوما 6000 او 7000 اللي هما كيما نقولوا مهاجرين الوجهه نتاعهم ماهيش تونس هي تونس بلد نتاع عمر احنا كمفوضين اي اشخاص تطلب اللجوء ندرسوا لهم طلباتهم ونشتغلوا على الحلول الدائمه اللي هما ثلاثه العوده الطوعيه الادماج المحلي المؤقت في بلد اللجوء أو إعادة التوطين. معناها واضح من 2011 ل 2021 10 سنين، وما نحكيلكش 2021 حتى 2015 2016 من 240,000 شخص اللي دخلوا تونس بقاو عشرات من الكثير في تونس. أستاذ وجدي. لا حبيت نعاقب على كلام سريال، سريال يحب نعطيوه الحل تو. لا 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 نعطيوه الحل. قلت لك فكروا بالعكس. معناها احنا بالنسبة للبلدية انخراطنا في مسألة اللجوء ولا في مسألة الهجرة هي من قناعة انه كل ما يدور على المستوى المحلي وكل الاشكالات اللي موجودة على المستوى المحلي البلدية معنية بها فانخراطنا من هذه في هذه القناعة ما نحملوش البلدية ما لا تحتمل احنا قلنا وضعية اللجوء في تونس مثلها مثل وضعية الهجرة معقدة مثلا معقدة ولم تنتهي هي مع الانسان لدينا الانسان موجود راهو الهجره موجوده واللجوء موجود ولن يتوقف احنا كما كان يحكي الاستاذ نفر يعني احنا كمجتمع مدني كفاعلين مدنيين استقبلنا عشرات الالاف وساعدنا لهنا تخرج قوافل تاع مساعده العائلات لهنا استقبلت مئات اللاجئين المؤقتين خلينا نقول يعني الوافدين وتحلت المشكله المفوضيه الساميه باعتبار اختصاصها الدولي معروف المهام تاعها شنو احنا كبلديه كمؤسسه محليه معنيين بالظاهره احنا نحاولوا طول عن
الاقل نسهل حياه الناس هذوما، نعاونوهم حتى اذا كان مستفيده ماديه على الاقل بالتنسيق مع بقيه الفاعلين لتسهيل حياتهم مهما كانت النيه نتاعهم، لانه راهو وقت نتكلموا على طالب اللجوء او اللاجئ الوضعيه نتاعو راهي تختلف على مهاجر من نوع ما، لانه ثم معطيات هم يدرسوها في الملف. في اكثر دول العالم اللي يقوم بالمهام هذه هي الدوله،